صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعه واصدر قانون رقم 12 لسنتي لسنة 2022 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي التعاون الإسلامي حاليا بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه وفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي المرافقة لهذا القانون.